التوزيع يا مانجوكيتش والتغطيه بابا بابا رايا. لعبه اخرى رايعه كراماريتش كاد يفتح مجال التسجيل. لوكا مودريتش في تنفيذ الركنيه يرفع عرضيه خارجه بالراس بابا بابا جول. الهدف الاول انا قلت لكم هل سياتي الهدف الاول من اول ركنيه على يسار الحارس اوزو، فكانت الاجابه ثوانا بعد ذلك من لوكا مودريتش في اتجاه كراماريتش الذي يفتح مجال التسجيل. توزيعه ولكنها بعيده على مانجوكيتش تماما في القناة. دفعه سيليتش فالوسط مع راكيتيتش بابا بايا بقوه، راكيتيتش فوق راس كراماريتش كاد ياتي الجول الثاني. يا سلام سالكو يو 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 يا فيرسالكو بعد هذه الكرة في كرواتيا ولا وين؟ وين ترفع الكرة عالية القائمة الثانية بالراس؟ التسديدة يو 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 بي كاد ياتي الجول. هدف ثاني وتسعب من مهمتها الكرة خطيرة. ولا لا هاي كرة جول هاي كرة جول هاي كرة جول موزاس موزاس وما زال راكيتيتش هاي الكرة لصالح توزيع خطير بابا 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 رايعة. انتي رابيتش كاد يسجل الهدف الثاني. لوكا مودريتش الدفاع وما زال الخطورة في خطاك والحكم المباراة حكم اللقاء ماذا قلق لوكا قلق مودريتش ينفذ مودريتش ويسجل جول حتى على الجهة اليمنى من مرمى فرانسيس اوزو. لوكا مودريتش يمنع التفوق العريض لكرواتيا بهدف ثاني هو الهدف رقم 2400 في تاريخ كاس العالم. نعم والهدف رقم 2400 من امضاء اللاعب لوكا مودريتش.